السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله خياتي تكونوا كامل بخير. اليوم فيديو جست قصير باش حطيت لكم يعني لمحبين برانطون واللي يحبوا دائما يتبعوا الاخبار تاع برانطون، اسكو كاين جديد اسكو ما كاش، كاين صولد ما كاش. جيتكم بهاد الصور اللي حطوهم البارح الاواني هادو في الصولد، حطوهم على الصفحه ديالهم. كنت انا رحت بالخميس كيما شفتوا، حطيت لكم الفيديو بالجمعه وحطيت لكم الفيديو تاع الاواني بيوم السبت. كانوا هنا مازال ما حطوش هاد المعن هادو اللي جبت لكم اليوم في الصولد، حطوهم قلت لكم جدد وانا حبيت نفيدكم بهم. لعل وعسى اي وحده فيكم حبت تروح تشري ولا يفيدوها. ولا كاين بزاف تعليقات اللي يقولوا لي للاسف غاليين، ولا انا مالي غير نلحق لكم خياتي. انا راني كيما نتوما نشلل في عينيا الحاجه اللي تساعدني، كل واحد يمشي على قيس جيبو. الحاجه تساعدنا رانا نشروها، ما تساعدناش رانا نتفرجو. وهذا ما كان ان شاء الله الفيديو تاع اليوم تفيدكم. كاين بزاف اسئله فيما يخص برينتون، اسكو يفتح بالجمعه؟ نقول لكم لا خياتي، برينتون ما يفتحش بالجمعه وما يفتحش في العطل، يعني لي جوغ فيغي، العطل الدينيه والوطنيه ما يفتحش برينتون وما يفتحش بيوم الجمعه. كاين سؤال واحد اخر تاني يتطرح بزاف فيما يخص الأطفال، الأطفال ممنوع دخول الأطفال أقل من 16 سنة، ممنوع دخول الأطفال أقل من 16 سنة. والأوقات فتح المحل من 9:30 تاع الصباح حتى ل5:30 تاع العشية. وهذه هي الفيديو تاع نهار اليوم، إن شاء الله تكون كانت خفيفة عليكم والأكثر هذا تكون فادتكم. ونقولكم تهلاو في روحكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.